فوجئنا بعد لقاء أسوان وغزل المحلة، فوجئنا بأنه أسوان حصل في اعتذارات، هفهم إن كانت اعتذارات، هفهم إن كانت استقالة أو هي إقالة أو إيه الموقف بالظبط. قدام حضراتكم هو على الشاشة أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة المستشار الدكتور الشافعي صالح مساء اليوم السبت قبول اعتذار الكابتن ربيع ياسين لفريق كرة القدم عن إكمال مهمته التدريبية بنادي أسوان، واتفق الطرفان مجلس الإدارة والكابتن ربيع ياسين على إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين، ويواصل نادي أسوان مشاوراته خلال الساعات المقبلة لتشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول. أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة المستشار الدكتور الشافعي صالح مساء اليوم السبت قبول اعتذار الكابتن هيثم عرابي المدير الرياضي لفريق الكرة الأول عن إكمال مهمته بنادي أسوان، واتفق الطرفان على إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين. الوتيرة أسرع مما يتخيله أي شخص الحقيقة، وتيرة الاعتذار بدري جدا جدا. هو الاعتذار الأول في بطولة الدوري بعد 3 ماتشات، الأسباب إيه وإيه اللي حصل؟ أنا معايا على التليفون الصديق العزيز كابتن هيثم عرابي. هيثم أهلا وسهلا بيك، تحياتي، هارد لك نتيجة اليوم. أنا بنتكلم على خسارة في الثواني الأخيرة، أفهم منك بالظبط بقى إيه القصة أو إيه الموضوع، إيه اللي حصل بالظبط يعني؟ أول تحياتي ليك إبراهيم وتحياتي للسادة المشاهدين فريق العمل. الناس كلها شافت عملنا ماتش كبير النهارده. فرقة ماسكة الكورة من أول دقيقة لآخر دقيقة، فرقة المحلة فرقة محترمة جدا طبعا، ببارك لهم على الفوز، ربنا يوفقهم. الكل توقع إن شاء الله النهارده إن كان يعني إن يكون 3 نقط من نصيبنا، اللعيبة عمل كل اللي تقدر عليه. كابتن ربيع وجهاز وعمل كل اللي قدروا عليه، لكن ما كانش فيه نصيب، ما كانش فيه توفيق. والحقيقه حاجه غريبه جدا، ماتش الاتحاد الدقيقه 85 جون، النهارده الدقيقه 89 جون، ماتش الاهلي ضرب الجزاء، واللعيبه بتعمل اللي عليها وبتعلى تمام، ولكن في نصيب يعني، وفي في توقف 23 يوم، كان في قعده النهارده بعد الماتش بيننا وبين مجلس الاداره، وكان في اتفاق بين الطرفين ان احنا يعني هم هيروحوا في اتجاه تاني، وخلاص الموضوع بسيط يعني، ربنا يكرمهم ويوفقهم ويشكرهم طبعا. اذا هو قرار الاداره، هو قرار مجلس الاداره، هو قرار من الطرفين، نقاش لمصلحه النادي يا ابراهيم. احنا انا مش عايز اخش في تفاصيل، ما لحقناش هيثم 3 ماتشات ما لحقناش هيثم يعني، انا مش هقدر اتكلم في الكواليس، انا فاهم انت عايز تقول ايه تمام، وهقول لك انا على حاجه ابعد من كده بكتير. لا بدري قوي يا جماعه، بدري قوي. بص انا هقول لك على حاجه ابعد من كده بكتير بقى تمام. انا هو وانت هو الايام موجوده، الفرقه دي فرقه محترمه جدا، احنا تعبنا عشان نبنيها، الناس كلها تعبت، والناس هتشوف نتائج مع الفرقه دي يا جماعه. احنا انتوا لسه بتحطوا المفتاح في الكونتاكت، انتوا لسه بتدوروا عربيه يا اخوانا يعني. الحمد لله على كل حال، بعد ثلاث ماتشات الحمد لله، ده توافق يعني، هم الاداره مش عايزه وانتوا كمان مش عايزين، ولا يعني ما تقول لي التفاصيل يعني، مش هقدر اتكلم في الكواليس، لكن في اتفاق ان احنا يعني نمشي، واتفاق مشترك وما فيش مشاكل، في نقاش. اصل انت بتبقى شايف الدايركشن بتاع النادي رايح على فين، او احيانا بيبقى عايزين يسمعوا صوت جديد، او احيانا بيبقى في وجهه نظر معينه. يا سيدي على راسي يعني، والله انا لا بنتقد ولا بهاجم ولا برفض، بس بتكلم انه 3 ماتشات يا جماعه، 3 ماتشات يا جماعه. ابراهيم انا مشيت من النادي الاهلي بشكل محترم، اتكلمت على الناس بشكل محترم، اسوان نفس الشيء، بشكر مجلس الاداره، بشكر الجمهور والناس كلها اللي قابلتني هنا بشكل كويس جدا، وانا في ظهر الفرقه وفي ظهر اللعيبه، وبتمنى لهم يعني. ده كلام نهائي لسه، مش لسه في قعده ثانيه، مش لسه لا لا الموضوع انتهى خلاص، لا الموضوع انتهى. طب خليني معلش اسالك شويه اسئله كده، هو دلوقتي ايه الموقف بالنسبه للعيبه اللي انت جايبها واللي هي شايفه في المشروع؟ هي رايحه نادي اسوان بس واخده الضمانه من كابتن هيثم عرابي بان هي تبقى موجوده، طب ايه المشروع او ايه اللي هيحصل في النظام التعاقدي اللي انت عملته مع عدد من اللاعبين، ان انت تجيب لعيبه كبيره وبالتالي في مستثمرين يخشوا في ثمن اللعيبه دي، طب ايه يعني هيبقى الامور هتمشي ازاي اللعيبه دي؟ بص يا ابراهيم، مفيش لعيب بيجي النادي بيجي لشخص، دايما بيجي المنظومه، ولعيبه الكره دي اللعيبه كلها محترفه وجايين، اسم اسوان مش اسم صغير، واسم دوري لعب فرقه دوري ممتاز، وعندهم فرصه ان هم يوروا يشوكيس التالنت بتاعتهم او موهبتهم، هم عارفين هم يتحملوا مسؤوليه الكلام ده، ان هم لازم يكونوا قد المسؤوليه، وهم فعلا اللعيبه رجاله بكل ما تعنيه الكلمه، لكن يعني في بعض الاخطاء، وفي نفس الوقت فعلا في عدم توفيق. غير النهارده لو اي حد اتفرج على الماتش ما يقولكش ان احنا نخسر ماتش، ما يطلعش اصلا تعادل،
احنا كنا افضل بكتير زي ما الناس كلها قالت في ماتش المحله، المحله كانت افضل الماتش اللي فات. هي الكوره انت عارف بتبقى حالات، النهارده احنا حالتنا كانت كويسه جدا، احسن كمان من ماتش الاهلي، اتطورنا من الاتحاد للاهلي للنهارده، ولكن اللعيبه اللي انت بتتكلم عنها في الاخر جايه ماضيه عقود مع نادي اسوان، وعارفين ان انا ممكن امشي في اي لحظه، ودي الكوره وده نصيب، ومفيش انا هقعد معاهم لسه واتكلم معاهم وفي ظهرهم للنهايه. ما بعدين الناس هنا في اسوان احنا يعني علاقتي بيهم قويه جدا، وناس انا في احترام متبادل جدا، وقلت لهم النهارده في القعده اي حاجه محتاجينها في اي وقت اول حاجه ترفع معه. وهقول لك انا على حاجه، ايفونا وبالحاج احنا عندنا 3 ايام اجازه، مش انا مشيت اهم، هيقعدوا في الشقه عندي في المعادي، وهتلاقيني في ظهرهم لحد ما يرجعوا تاني المعسكر بعد مش عارف ايه، وهبقى في ظهر الفرقه، والموضوع بسيط يعني، الكوره مش حرب، فاهمني؟ انا متفاهم ده. انا متفاهم اكيد ان الكوره مش حرب. طيب خليني اسالك، هل هو العلاقه كانت بانه تنتهي العلاقه بالكابتن ربيع ياسين فقط لا غير، فانت اخترت ان انت تمشي انت كمان، ولا الاختيار على الكل يا جماعه احنا عايزين نغير المنظومه كلها؟ لا لا لا، هو قعدتهم مع الكابتن ربيع كانت مختلفه، يعني هو الكابتن ربيع قعد معاهم لوحدهم، انا بعد الماتش كنت مع اللعيبه، بعد كده خلصت ورحت قعدت معاهم لوحدي، تمام، فيعني الكيس كانت مختلفه شويه، لكن في الاخر الريزلت واحده او اجابه واحده. هم عايزين يغيروا المنظومه كلها على بعضها، المشروع كله على بعضه، عندهم تفاصيل تانية عايزين يشتغلوا عليها، انجاز التعبير اذا كنت انت عايز تعقب على الجزئيه دي. ربنا يوفقهم ويكرمهم ابراهيم، انا يعني في ظهرهم وبتمنى لهم التجربه، اتعلمت منها كتير يعني. طيب انا بتكلم في نقطه تخص الكابتن ربيع ياسين، ما اعرفش هلاقي عندك الاجابه ولا لا. انت عارف انه في قرار من الاتحاد المصري لكره القدم، في حال ما اذا مدير فني انتهت علاقته بنادي لازم يصدر من النادي ما يؤكد ان هذا هو فسخ التعاقد من قبل النادي وليس من قبل المدير الفني، عشان يقدر يتمكن يعني ان هو يمرن فريق في الدوري الممتاز هذا الموسم. هل الكلام ده يسأل فيه كابتن ربيع؟ مش انا ابراهيم، انت عارف اكيد انا مش هقدر اتكلم بالنيابه عنه، ولكن البيان واضح، لو انت قريت البيان تاني اعتقد ممكن تروح لل واضح ان هو اعتذار هم اللي هم اللي مش عايزين يكملوا، هم اللي مش يعني وبعدين بص ابراهيم قعدت قاعد مجلس ضربه يتكلم، عشان انا مش عايز اتكلم باسم النادي لانه مش من حقي دلوقتي، وفي نفس الوقت كابتن ربيع بكلمك على الكيس انا بتكلم على الكيس بتاعتك وكيس كابتن ربيع، لانه الكل عارف انه المشروع انت كنت مسؤول عنه، وانه انت اللي يعني جبت الكابتن ربيع ياسين ودعمت الفكره نفسها، فعشان كده انا بسالك على الجزئيه دي. اكيد اكيد اكيد. ما هي الخطوات المقبله لهيثم عرابي؟ حاجة اخد مكان ابراهيم فايق على الهوا، ما عنديش حل تاني بعد دلوقتي. يا بيه تعالى شرف والله العظيم، تعالى لينا شرف لينا حلقة مع بعض يا هيما، شرف والله، تعالى شرف وحياة ربنا، خد مكان ابراهيم جمعة سبت حد اتنين، وانا يشرفني اتفرج عليك. لا ده انت ابراهيم حد ناجح، وبتمنى لك التوفيق، هاخد هشم نفسي بس كده واشوف الدنيا فيها ايه، واكيد هاخد تجربة تانية، اصل انت مش هتقعد في البيت يعني، اكيد هتشوف الافضل ليك ايه. تمام، انا بس عايز اقول لك حاجة للناس في اسوان، انا عملت كل اللي اقدر عليه، تمام، في حاجة توفقت فيها مع ضعف الامكانيات، في حاجات ممكن ما كانش فيها النتائج ما ساعدتنيش ان انا اقدر اكمل التجربه، كان في باد لك بكل ما تعنيه الكلمه، ولكن انا بقول لهم فريقكم فرقه محترمه. زعلان يا هيثم؟ زعلان التجربه خلصت بدري؟ ما كنتش احب امشي بالشكل ده يا ابراهيم، لا ما فيش حد. بص يا ابراهيم انا تعبت على الفرقه دي، مش انا لوحدي، الناس كلها تعبت على الفرقه دي، في لعيبه جت انا كنت لسه اكمل الحلم ده معاها، طبيعي جدا يا ابراهيم، الواحد تحس ان مفيش حظ شويه في مصر. اتخطفت ها؟ اتخطفت ها؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبي، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، اداء قدود ان شاء الله باذن الله، الخطوه اللي جايه تكون احسن وافضل ان شاء الله باذن الله. بتمنى لك كل التوفيق الصديق العزيز هيثم عرابي، مدير الرياضي السابق لنادي اسوان.